اختير من ضمن أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم، الخامس في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم، الإفريقي الأكثر تسجيلاً في الدوري الإنجليزي عبر العصور، الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال أوروبا. في أول موسم له بالبريمير ليج نال الحذاء الذهبي. أسرع لاعب يحرز 100 هدف مع ناديه بالدوري الإنجليزي، 10 الهدافين التاريخيين بناديه. أول لاعب يهز الشباك في الجولة الافتتاحية للبريمير ليج بخمسة مواسم متتالية، مرشح للكرة الذهبية ومن بين الأفضل بالعالم، نجم ليفربول الأول ومنتخب مصر. هوايته تحطيم الأرقام القياسية. الأسطورة الحية لليفربول محمد صلاح، أو مو صلاح كما يحب عشاق الريدز مناداته. بداية الرحلة الأسطورية. رحلات وتجارب عديدة بين مختلف الأندية الأوروبية، ولكن في عام 2017 جاءت قبلة الحياة للنجم المصري ولتكون محطة مفصلية في تاريخ محمد صلاح، ليستقر النجم المصري في النهاية في نادي ليفربول الإنجليزي، ومن هنا كانت انطلاقته نحو الأسطورية من بوابة الريدز. بدايته بتحطيم الأرقام القياسية كانت بسعر انتقاله للريدز مقابل 42 مليون يورو، صفقة جعلته أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول في ذلك الوقت، وأغلى لاعب إفريقي بالتاريخ، وأغلى لاعب عربي في تاريخ كرة القدم. وبتألق رهيب في الدور الأعرق في العالم، انطلق قطار النجم المصري نحو الأسطورية. وبموسمه الأول مع ليفربول 2017، حيث ساهم بشكل كبير بجعل موسم الريدز رائعاً من خلال تألقه بإحراز الأهداف أو مساهمته بها، إذ بدأ مسلسل أرقامه القياسية كأكثر لاعب يسجل في أول 12 مباراة له مع فريقه برصيد 9 أهداف، وأيضاً أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 10 أهداف، وعلاوة على ذلك ليكون أكثر لاعب إفريقي تسجيلاً للأهداف في موسم واحد برصيد 29 هدفاً، ولينهي الموسم متصدراً هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفاً في 36 مباراة. إضافة للجهد الكبير الذي بذله لقيادة الريدز لنهائي دور أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2007 بتسجيله 11 هدفاً مع 5 تمريرات حاسمة كانت كفيلة بتحقيق ذلك. لكن ما حدث بالنهائي كان صدمة كبيرة لصلاح، حيث خلال المباراة وفي الدقيقة 30 تعرض لإصابة قوية بكتفه على إثر التحام مع مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، لم يستطع بها إكمال المباراة حتى النهاية، ليخرج مصاباً والدموع تنهمر من عينيه لكونه لن يستطيع قيادة فريقه لتحقيق اللقب الأغلى في أوروبا. وبخروجه انهار الريدز وخسر النهائي، وتركت هذه الحادثة أثراً أليماً لدى محمد صلاح، إذ شكلت له حافزاً كبيراً ليعود بقوة وإصرار أكبر. وهذا ما أبان عنه ببداية موسم 2018، حيث بدأه بتحدي وحلم متجدد، وهو الفوز باللقب الأغلى أوروبياً وتحقيق العديد من الإنجازات رفقة الريدز. وكان ذلك سريعاً من خلال وصوله لهدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي بـ 72 مباراة، كرابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز. إضافة لتسجيله 50 هدفاً مع الليفر خلال 65 مباراة، كأسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم. وبأهدافه الحاسمة قاد الريدز لنهائي دور أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، واستطاع تسجيل أول هدف له في نهائي دور أبطال أوروبا ليحقق النصر على توتنهام، ويتوج ناديه بلقب دور أبطال أوروبا بعد غياب 12 عاماً.
واستمر صلاح بتقديم الأداء المميز والرائع في موسمه الثالث 2019، وبتسجيله هدفاً في رقم مباراته 100 بقميص الريدز في الدوري، أصبح خامس أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي. فضلاً عن قيادته الفريق للفوز بكأس العالم للأندية وفوزه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، ولم يتوقف هنا، بل منح ناديه أيضاً أرقاماً قياسية غير مسبوقة، أولها بفوزه على جميع الأندية المشاركة في البريمير ليج لأول مرة في تاريخه، إضافة لمساهمته برقم قياسي جديد للريدز بوصولهم للفوز رقم 22 على التوالي على أرض ملعبهم. وبتسجيل صلاح لهدفه رقم 20 في الموسم ذاته، أصبح أول لاعب من ليفربول يسجل 20 هدفاً في كل المسابقات المحلية والأوروبية في 3 مواسم على التوالي منذ مايكل أوين، وأيضاً بهدفه رقم 70 في الدوري في مباراته رقم 100 مع النادي، أصبح صلاح أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي، وختم موسمه الرائع بقيادة ليفربول إلى لقب البريمير ليج الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاماً. افتتح صلاح موسم 2020 بتسجيله لهاتريك، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفاً في 4 مباريات افتتاحية متتالية، وثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي. كما أصبح أول لاعب يتمكن من تسجيل هاتريك في المباراة الافتتاحية في تاريخ الليفر منذ موسم 1988، وفي الموسم ذاته سجل صلاح هدفه رقم 100 بقميص الريدز خلال 159 مباراة فقط، ليصبح بذلك أول لاعب يصل إلى هذا الرقم منذ ستيفن جيرارد في عام 2008، بالإضافة لكونه ثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 100 هدف. استمر أبو صلاح بشغفه وطموحه في سعيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في موسم 2021، ولغاية نشر هذا الفيديو لا زال الفرعون المصري يواصل هوايته بكسر الأرقام القياسية، وآخرها هاتريك بمرمى مانشستر يونايتد، ليصبح أول لاعب في تاريخ الليفر يسجل في 3 مباريات متتالية على أرض مانشستر يونايتد. كما أصبح النجم المصري أول لاعب في تاريخ الريدز يزور الشباك خلال 10 مباريات متتالية في جميع المسابقات، في إنجاز سيخلد اسمه في سجلات قلعة أنفيلد. ولم تتوقف أرقام أبو صلاح القياسية عند هذا الحد، بل أحرز هدفه رقم 107 في مسيرته بالبريمير ليج ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ المسابقة، متجاوزاً النجم الإيفواري ديديه دروغبا أسطورة تشيلسي صاحب الرقم القياسي السابق 104 أهداف. ليتربع على عرش الأفارقة منفرداً بهذا الإنجاز. إضافة لكونه أول لاعب يسجل هاتريك في ملعب أولد ترافورد أمام الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي منذ عام 1992. ليكون الهداف المصري أول لاعب يسجل ثلاثية في شباك المان يونايتد على مسرح الأحلام في جميع البطولات، منذ الظاهرة البرازيلي رونالدو مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ومنح ناديه انتصاراً تاريخياً على غريمه مانشستر يونايتد 5-0 على ملعبه، نتيجة لم يخسر بها الشياطين الحمر منذ خسارتهم في ديربي مانشستر عام 1955. أسطورة الريدز الحية. يوماً بعد يوم يثبت محمد صلاح للعالم أنه لاعب من الطراز الرفيع ومن بين الأفضل بالعالم إن لم يكن أفضلهم، وعلى أنه جدير بالظفر بلقب الكرة الذهبية يوماً ما، لينقش اسمه بأحرف من ذهب بين أساطير النادي من خلال أهدافه وألقابه وجوائزه الفردية مع الريدز،
بداية بالألقاب الجماعية مع الفريق كلقب دور أبطال أوروبا والدور الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى بطولة كأس العالم للأندية وأيضا كأس السوبر الأوروبي، ونهاية بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وبالنسبة للأهداف فبلا شك هو ماكينة أهداف مصرية. حيث سجل حتى الآن 140 هدفاً في 215 مباراة خاضها مع الريدز. وبالحديث عن الجوائز الفردية فهي عديدة ولا تحصى، وأبرزها حصوله على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البريمير ليج مرتين في موسمي 2017-2018، إضافة لجائزة الفيفا للمركز الثالث لأفضل اللاعبين بالعالم موسم 2017، وأيضا جائزة بوشكاش لأفضل هدف في موسم 2017، وكذلك جائزة أفضل لاعب إفريقي موسم 2017، ومن ثم جائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي بين عامي 2017 و2018. أضف إلى ذلك جائزة أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2018 وجائزة أونزا الذهبية 2018، بالإضافة لجائزة لاعب العام من اتحاد مشجعي كرة القدم في 2018. والقائمة تطول بالكثير من الجوائز الفردية الأخرى. ومع كل هذه الأرقام والإنجازات للفرعون المصري، ألا تعتقد على أنه يستحق أن يكون ملك قلعة الأنفيلد وأسطورة ليفربول الحية؟ شاركنا رأيك.